فكان قدامي وسيبنا بعض، وانت بنفسك شاهد عمل ايه وموت نفسه عشان ارجع لك. وانا لازم اقول لك بقى يا سيكو، انت عارف ان انا اخترتك بكامل ارادتي يا حبيبي، محدش غصبني على كده. انا بصراحة ربنا اول ما شفت سحنته العكرة في وشي دم غلي، ما بقتش دريان انا بعمل ايه. وبقولك ايه، الراجل ده لو هيديكي فلوسه كلها عشان ياخد جرافيت واحدة من المحل ما يلزمناش. الله، مش قوي كده يا سيكو. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده لو اداني نص ثروته بس هبيعه المحل كله. وبعدين بقى في كلام الماسخ ده، انا ما بطيقش الكلام ده غير الموضوع ده. الله يخليكي. بقول لك يا حبيبي، عملت لي ايه في الفلوس اللي طلبتها مني؟ صبر صبر. طيب شويه بس، يوسف بيجمع لك الفلوس. اصل اليومين دول الدولار شاح في السوق قوي. ما بتردش على التليفون ليه؟ تلاقيها المدام دي رزله ملوش لازمه يعني. طب ما تسيبني ارد عليها انا. لا لا بلاش، لا لسانها زفن. هاتي هاتي هادي يا عم. ايوه ايوه يا حاج. مالك يا حاج بترد وانت متخشب كده ليه؟ السنيوره قاعده جنبك. وبعدين بقى انت عايزه ايه دلوقتي على الصبح؟ قابل بقى يا حبيبي، المصايب اللي نازله ترف عليك انت واولادك من ساعه ما اتجوزت وش الهنا. ما نتحرمش يا فروحة، ادي الباشا. ايه ده، مفيش حد غيرك يعمل لنا الشاي ولا ايه؟ تأمرني حاجة تانية؟ لا متشكرين. بقولك ايه، لا استني استني، هديكي تليفون الحاج خليفة تكلميه بكرة تفكري بمواعيد الشيكات والقنبلات. تحت امرك يا استاذ يوسف. وعليك يا مزاكي؟ عليه 2,900,000. بس الحقيقة بقى اللي انا مش فاهمه، الحاج بيديله مبالغ بالاجل بالكمية والفلوس الكتير دي ليه؟ لا بقولك ايه، ده طاير جملة تقيل بصحيح، ده ماسك خط بحال كله. وبعدين في النهايه ما بيدفع. هو بيدفع بعد ايه؟ بعد ما نقدده بالشيكات والكمبيالات. بس المره دي بقى الشيكات والكمبيالات معايا انا، عشان كده قلت لك تكلميه قبليها بفتره تفكريه. انت واقفه هنا ليه؟ ما يلا اتكلي على الله. الله، بقول لك يا جو، انت وراك ايه بكره الصبح؟ انا في النيابه يا سيدي مع الحاج. تصدق الواد اللي اسمه وحيد ده، بعد ما الحاج عطف عليه واكله احسن اكل ولبسه احسن لبس، الواد النهارده طبعاً فينا وعايز يبقى واحد مننا. ما تاكل يا حاج ولا مالكش نفس؟ استغفر الله العظيم، مش عايز اكل، مش عايز، ماليش نفس في دلال. سيب الحاج في حاله يا مرات ابويا، عشان الحاج اصله متضايق شويه. الله، اهلا بيك انت كمان. انتوا هتغنوا وتردوا على بعض؟ عايزين ايه؟ تحبوا اقوم اغني لكم عشان تصدقوا ان انا مبسوط؟ طبعا يا حاج، ليك حق تغني وترقص كمان، ما انت جاي لك عيلين جداد. عيلين دول ايه ولا ايه؟ اللي في بطني ووحيد. وحيد في عينك؟ وحيد ده ايه؟ انت بتنبطي عليها ولا ايه؟ ولا شمتنا فيها يا دلال؟ طب وحياد دلال، ما تزعل نفسك يا حاج، ما تلايميها يا بت. ما هو ياما اللي مديني وشي من ساعه ما اتجوز الهانم وش النحس، وانا بقيت جنبها كخه. يا سلام، طب وحيات امي لكون جايبها لك هنا عشان تعرفي ان انا بعصر على نفسي ليمونه عشان ابص في خلقتك؟ تجيبها ما تجيبهاش ما عادتش تفرق معايا خلاص. ايه انت هتهددني؟ انا كل اللي فارق معايا دلوقتي اني احافظ على حق ابني اللي في بطني وبس. ثانيه واحده ثانيه واحده يا مرات ابويا، دلوقتي انت هتعمل ايه مع الواد ده يا حاج؟ اعمل ايه يعني؟ عمله اسود. عمل اسود ايه يا حاج؟ يعني انت هتروح تديهم العينه اللي بتاعت التحاليل؟ لا مؤاخذه، يعني هتروح تديها لهم؟ انت اتجننت ولا ايه؟ معقول انا ههز طولي واروح اديهم دمي عشان حته واد ابن حرام قدم فيا ورقه للبوليس بيشيلن؟ بقول لك ايه يا حاج، انا في عرضك، الموضوع ده لازم نتعامل فيه بالعقل بالعقل، ده قانون قانون ما فيهوش هزار. هو الحاج لو ما راحش يا يوسف هيحصل ايه؟ نهار اسود. ما راحش مين؟ ده لو ما راحش يعتبروا ان هو بيقر وبيعترف انه وحيد ده ابنه. خلاص ما تحزقش قوي كده، يقولوا انه ابني، يقولوا على الزفت ده انه ابني، بس انا مش هعترف بيه. خلي اللي مسلطين وواقفين وراه دول بقى يبقوا ينفعوه. ها كمل يا حاج سيد. ظلومه يا سعاده الباشا، الواد ده انا اصلا ما اعرفوش
وملوش اهل ولا عيله ولا نيله، ده كان متربي عدم مؤاخذه في الملجا، فانا صعب عليا وقلت اخده واشغله او يستلزق بدل ما هو متنايل في الشوارع كده. ادي كل الحكايه بيه. بس البلاغ المتقدم في ورقه جواز عرف باسمك، وبناء عليه عملنا المهر. هي متزوره يا سعاده الباشا الورقه دي. احنا مش جهه اختصاص تقول مزوره ولا لا، احنا كل اللي علينا نعمل تحاليل نثبت انه ابنك او مش ابنك، وساعتها من حقك ترفض. بس ده حرام يا باشا، يعني هو اي حد ماشي في الشارع كده ممكن يجي لسعادتك ويقول لك انا ابن رئيس الجمهوريه، وسعادتك هتقول اه على طول؟ هي القانون كده يا سيد. ها قلت ايه؟ ايوه مدام دلال، التاجر اللي اسمه الحاج خليفه عليه شيكات وكمبيالات بحوالي 3 مليون جنيه وهيبقى يجي يدفعهم. اديني بلغتك اهو زي ما قلتيلي، والباقي عليكي بقى. ماشي يا فرح. التاجر ده اصله حبيبي قوي من ايام ما كنت شغاله سكرتيره في الوكاله. تمام، يلا مع السلامه. ماشي يا يوسف، اخيرا جه الوقت اللي اديلك كل الالام اللي انت اديتهالي كده. بقى نبتدي اللعب. كويس انك جيت يا يوسف. الله، ما اقدرش اسيبك في الظروف دي لوحدك يا حاج. قول لي عملت ايه؟ يعني قالوا لي اروح مستشفى، هم قالوا لي عليها هياخدوا مني العينه اللي عايزينها دي. ما بلاش يا حاج. ما بلاش ليه؟ وانا خايف من ايه في العينه دي؟ انا بقول يعني اصل انا خايف الطوبه تيجي في المعطوبه ويثبتوا ان هو ابنك. طوبه ايه ومعطوبه ايه وخيبه ايه؟ يا ابني انا متاكد ان الواد ده مش ابني. طب خلينا نشوف حل تاني، بلاش حكايه التحليل دي بالذات يا حاج. وبعدين معاك يا له، مش انت اللي قلت لي ان انا الاحسن اجي اديهم العينه دي بدل ما القاضي يقول ان انا بتهرب ويتلكك ويلبسني الواد ويقول انه ابني؟ قلت ولا ما قلتش؟ قلت يا حاج قلت، بس مقلق انا. طب بقول لك ايه؟ تحب اكلم موافي باشا يمكن يشوف لنا حل في المشوار ده؟ لا لا لا، موافي ايه؟ كفايه الفضايح اللي هو بيقراها عني في الجرنان بلا نيله. خدوا منهم العينات، وبعد ما جبنا كام واسطه المفروض النتيجه تظهر خلال يومين ثلاثه. انت مش متخيل قد ايه انا مرعوبه، مع اني مش طرف في الموضوع، بس الله يكون في عونه اليومين الجايين دول. ربنا يكون في عوننا كلنا. انت عارفه يا مين لو الحكايه دي نجحت ما تتخيليش هنكسر سيف ازاي. انت هبدا. ايوه انا هبدا. اتفضل معاك. خير في ايه؟ اتفضل معانا. ايه مين انت؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما هو انت لازم هتعترف يا ايهاب، لان احنا مش هنسيبك الا ما نعرف مين اللي واقف وراك. انا اللي عندي قلته، لكن انتوا لو عايزين تزودوا كلام على اللي انا قلته انا ما عنديش مانع. اتكلم مع الباشا بطريقه عدله يا بني ادم. اسلوب الترهيب والضغط النفسي ده مش هينفع معايا يا باشا. ماشي يا ايهاب ماشي. قول مين بقى اللي بيمول نشاطاتك؟ انهي نشاطات؟ انا ما بعملش حاجه غير اني بشتغل في الصحافه، والجرنان اللي بشتغل فيه اصحابه رجال اعمال من رموز الراسماليه الوطنيه يا فندم. جادي المنياوي من رموز الراسماليه الوطنيه. طب قول لي يا استاذ ايهاب، مين بقى اللي بيحرضك على شتيمه الحكومه؟ انا ما بشتمش الحكومه، انا بكشف بؤر الفساد وبس. يعني ايه؟ يعني لما بقول كلمه في حق حد بقولها لانه يستاهلها، لانه عمل حاجه غلط، لانه اضر بمصلحه الوطن، أضر بمصلحة الناس الغلابة. طب إيه علاقتك بحركة كفاية وستة إبريل؟ أنا معجب بيهم. حركة كفاية قالت كفاية 30 سنة تمسك بالكرسي، ودي كلمة جريئة خصوصا في ظل وجود جهاز خطير زي جهازكم. وستة إبريل مجموعة من الشباب حسوا بأحوال البلد واللي بيحصل فيها وبسببكم برضه، عشان كده رفضوا السكوت. برافو برافو يا أستاذ إيهاب، الكلام العظيم اللي انت قلته ده يرشحك لرحله ورا الشمس. وانا هكون احسن من مين يعني؟ ما انتوا معتقلاتكم مليانه بشرفاء البلد، يعني عادي. اللي بيقرب من الخطوط الحمراء اللي مرسومه لكم يبقى بيدمر نفسه،